الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله جميعا في هذه الباكورة والبداية في برنامج أو مشروع رفع كفاءات الباحثات في جامعة الملك خالد. أول شيء قبل أن نبدأ أنا ودي بس أنوه على نقطة اللي هي أي سؤال ممكن ترسلونه على الأيقونة اللي عندكم فيها Q&A اللي question and answer، لأن الشات ما يظهر لي مع الأسف، وأفضل أو أحبذ أنها تترك جميع الأسئلة أو المناقشات إلى انتهائي من الدورة بإذن الله. نبدأ. أولاً أرحب بكم جميعاً، حياكم الله، وأسأل الله لي ولكم الاستفادة والمنفعة من علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يوفقنا لكل خير. بدايةً أحب أشكر باسم عمادة البحث العلمي عمادة التعلم الإلكتروني وكافة منسوبيها على سرعة التجاوب والتعاون في الترتيبات الخاصة بهذه الدورة، ووجودهم معنا إلى آخر لحظة بيكونون، فشكرا لهم من الأعماق، وأخص بالشكر سعادة عميد التعلم الإلكتروني، سعادة الأستاذ محمد جار الله، سعادة الأستاذ رياض الصعب اللي أزعجناه واقتطعنا وقت من إجازته، فجزاهم الله كل خير. موضوع دورتنا اليوم أو ورشتنا اليوم عن آليات الكشف عن المجلات المصنفة ومجلات الـ ISI. طبعاً كلنا نعلم ضرورة النشر الآن في مجلات مصنفة، في مجلات الـ ISI أو أي قواعد أخرى تراها أمانة المجلس العلمي ضرورية سواء للترقيات أو لطلب الجوائز أو إلى آخره. طبعاً ما يخفى علينا جميعاً تدني المستوى، وأعتذر أني أقول هذه الكلمة، في كليات البنات جامعة الملك خالد مقارنة بكليات البنين في نفس الجامعة أو مقارنة بجامعات أخرى. بإذن الله مع خطوات بسيطة نستطيع بحول الله وقوته أن نرفع المعدل، معدل النشر ومعدل البحث إلى درجات عليا بإذن الله تعالى. أهداف الدورة: أولاً تعزيز دور ومكانة البحث العلمي، ثانياً دعم ومساندة جهود النشر في جامعة الملك خالد، ثالثاً مساعدة أعضاء هيئة التدريس على النشر ومشاركة أبحاثهم العلمية محلياً وعالمياً، رابعاً إبراز مهارة وإمكانيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وأنا متأكدة أن الجميع قادر على البحث، لكن قد تنقصنا بعض المهارات في آليات النشر واللي كلنا وقعنا فيها. وطبعاً أنا أقدم هذه الدورة يعني ما لست من باب أني أفضلكم أو أعلمكم فيها، لكن معلومة عندي حبيت أشارك فيها الجميع، ونتطلع إن شاء الله إلى مشاركاتكم مستقبلاً بهدف نشر الفائدة واحتساب الأجر في تعليم العلم النافع. طبعاً الفئة المستهدفة من هذه الورشة أعضاء هيئة التدريس بكليات البنات، طالبات الدراسات العليا والباحثات. وكما أسلفت الآن أصبح من شروط الترقية أو من شروط تجديد العقود النشر في مجلات مصنفة ISI، طبعاً في التخصصات العلمية والطبية أو العلمية والصحية، التخصصات في العلوم الإنسانية وغيرها تخضع إلى شروط اعتمدتها اللجنة المشكلة في مجلس الجامعة العلمية. من ضمن الفئة المستهدفة أي باحثة سواء تنتسب إلى جامعة الملك خالد أو أي جامعة أو لا تنتسب إليها. راح نتعرف إن شاء الله اليوم على المحاور التالية. أولاً راح نأخذ نبذة سريعة عن المجلات غير الرصينة أو الوهمية، وكيف نقدر نتعرف عليها أو كيف نقدر نكتشف أن هذه مجلة وهمية أو بمعنى آخر، ما ودي أقول اللفظ لكن قد تكون سارقة. المحور الثاني إن شاء الله راح نأخذ المجلات التي لها تصنيف عالي
وقد تسمى في بعض الأحيان مجلات النخبة، وكيف نقدر نحصل عليها أو نعرفها ونحدد مستوياتها. باختصار هي مجلات الـ ISI، ورح نتعرف إيش معنى الـ ISI إن شاء الله. المحور الثالث هو التعريف بمعامل التأثير الـ Impact Factor. الرابع التعريف بقاعدة بيانات سكوبس وكيف نقدر نكشف عن المجلات التابعة لها. المحور الخامس تعريف بالمعامل SGR، وآخر محور أو موضوع راح أعطيكم بعض المواقع الهامة اللي ممكن تخدمنا في الكشف عن المجلات أو تحديد المجلة واختيارها المناسبة للبحث. أهداف النشر العلمي، طبعاً كلنا عارفين أن أي أحد ينشر بحث من أولوياته المساهمة في رفع المعرفة العلمية أو المساهمة في تطوير واكتشافات حقول معرفية جديدة. من أهدافه البحث والتدبر أكثر في مجال الاختصاص. طبعاً كلما بحثنا كلما تدبرنا كلما أطلعنا على أشياء جديدة، وما أوتيت من العلم إلا قليلاً، ومع ذلك ما زلنا نبحث حتى نصل إن شاء الله إلى أكبر قدر من المعرفة. المحور الرابع من أهداف النشر هو التدريب الأكاديمي والحرفي على كتابة البحوث. طبعاً لا يمكن النشر ما لم نكتب البحث في صورة معينة تتبعها جميع مؤسسات التعليم في العالم. من أهداف النشر العلمي التنافس حول الإنتاج العلمي والمعرفي، وأصبح الآن مقياسنا في الجانب الأكاديمي هو جودة المخرج أو جودة البحث العلمي أو الإنتاج العلمي اللي يقدمه كل عضو هيئة التدريس. من أهداف النشر العلمي إنتاج بحوث ذات نوعية وتأثير. طبعاً ما يخفى علينا الآن إن في تصنيفات للعلوم على قائمتها التصنيفات في الطبيعة أو نيتشر، وطبعاً هي تعتمد اعتماد كلي على التجارب وإنتاج أو التجارب المعملية وإنتاج أساليب وطرق جديدة لخدمة البشرية تطبيقياً. آخر هدف، قد يكون آخر هدف في تحديدي أنا، لكنه ليس آخر هدف من النشر العلمي، خدمة للمجتمع عن طريق تقديم حلول للمشكلات. أين يمكن أن تنشر الأبحاث؟ طبعاً إن شاء الله يكون لنا فيما بعد محاضرات أو دورات تدريبية على كيفية كتابة الورقة العلمية وأساليبها الصحيحة مستقبلاً بإذن الله. الآن راح ندخل في موضوعنا الخاص بالمجلات اللي هي أين تنشر أبحاثنا. إحنا عندنا أكثر من مصدر أو أكثر من مكان تنشر فيه الأبحاث. اللي يهمنا بالدرجة الأولى كأكاديميين مجالين، اللي هي المجلات العلمية المحكمة، وأؤكد على كلمة المحكمة، طبعاً يتم فيها مراجعة البحث وتقييمه من قبل متخصصين في نفس المجال، وعادة ما يقترحهم الباحث عند إرسال البحث لأي مجلة طلباً للنشر. المجال الثاني أو المنفذ الثاني المؤتمرات، وطبعاً هو حلقة نقاش يتم فيها تبادل مواضيع معينة أو مجموعة مواضيع، ويكون فيها تجمع لأهل الاختصاص في التخصص الواحد. للأسف لا يحتسب ضمن نقاط الترقية في نظام جامعات السعودية إلا نقطة أو ورقة واحدة منشورة في مؤتمر. قد يكون السبب أنها لا تخضع أو أغلب المؤتمرات لا تخضع إلى التحكيم أو المراجعات العلمية، بل تقبل جميع الأوراق التي تختص بالمؤتمر أو موضوع المؤتمر، وأحياناً قد لا تنشر. طيب نبدأ الآن في موضوع المجلات ودور النشر غير الموثوقة. كيف ممكن نعرف إن هذه المجلات غير موثوقة أو لا يصلح النشر فيها؟ كثير من دور النشر العالمية الآن انتشرت بشكل متسارع يغلب عليها في ظاهرها النشر العلمي، لكنها حقيقتها لا تضع
النشر العلمي الرصين في أولوياتها، إنما تكون مهمتها الأولى أو هدفها الأساسي هو الأغراض التجارية وكسب الباحثين من أجل الربح المادي. طبعاً هذه الجهة تستدرج الباحثين للنشر فيها بدون تقييم، أو قد يكون تقييمها ضعيف المستوى للأبحاث يعني، مما يقلل الفائدة من الأبحاث العلمية، وطبعاً بالتالي يؤثر على رصانة المجلة العلمية. تقوم هذه المؤسسات بالنشر الإلكتروني، ودائماً ما تحمل شعار Open Access أو النشر المتاح، وتعطي أو تنشر للباحثين بمقابل مادي غالي جداً. طبعاً بعضها قد يكون مجاني، لكن مقابل المجانية هذه تعمد إلى سرقة أفكار الباحثين وتطويرها في مؤسساتهم العلمية. إذن قد تأخذ منهم مبالغ مادية باهظة، وقد تكون مجانية لكنها في المقابل تأخذ أفكار الباحثين وتطورها، أو تعطيها لباحثين آخرين ويستفيدون منها. طبعاً نظراً لكثرة تزايدها السنوي ودعاياتها لنفسها أو للناشرين لهم، للأسف يقع كثير من الباحثين في إغراءاتهم. من ضمن إغراءاتهم سرعة النشر، ممكن تنشر لنا خلال أسبوعين، وطبعاً قد يكون النشر أو ما هو قد يكون، أكيد أن هذا النشر عشوائي لا يمر على مراحل تقييم البحث من ناحية تحكيمه وفحصه ومدى مطابقته للمعايير العلمية للبحوث. أغلب الباحثين الذين يقعون في النشر مع هذه المجلات ما يكتشفون إنها غير رصينة أو وهمية إلا بعد فوات الأوان للأسف. طبعاً كثير من الباحثين بهذه الطريقة يفقد ثمرة إنتاجه العلمي، وفضلاً عن الخسارة المادية قد تسرق الفكرة البحثية، أو قد يسرق البحث كامل وينسب إلى باحث آخر أو إلى شخص آخر. بعض الباحثين يلجأ إليها لأسباب رفض المجلات الرصينة النشر، أو رفض البحث اللي أرسل لهم لأسباب قد تكون كثرة الأخطاء المطبعية في البحث نفسه، أو قد يكون نسبة الاقتباس عالية جداً، أو بعض الشروط اللي ما تنطبق على ضوابط المجلات الرصينة. فلذلك مجرد ما يرفض البحث يبدأ يلجأ إلى المجلات الوهمية في نشر أبحاثهم. من ممارسات المجلات الوهمية أو غير الرصينة سرعة النشر زي ما ذكرنا، استخدام عبارات قد تكون على القائمة الرئيسية أو الصفحة الرئيسية للمجلة، مثل الناشر الأول في مجال كذا، أو الناشر في مقدمة الناشرين إلى آخره، إغراءات دعائية لهم. ممكن يدعون بعض الباحثين إلى أنهم يصيرون أعضاء في هيئة تحرير المجلة، يعني هذه من ضمن إغراءاتهم اللي تخلي الواحد ينجرف أو يحرص أنه ينشر عندهم. أحياناً يستنسخون بعض تعليمات النشر من مجلات علمية رصينة زي ما هي، يأخذونها طبق الأصل. ممكن يكون عندهم جمع العناوين لأكثر من تخصص، يعني ممكن تأخذ أكثر من تخصصات رغم أن التخصصات هذه ما لها علاقة في بعض نهائياً. ممكن نجد يعني هذه من ضمن الأشياء اللي توهم الباحثين إنها فعلاً مجلة قوية وغير وهمية. كثير من الممارسات لهم فعلاً هي تشكك، وللأسف أنا من ضمن اللي وقعوا فيها، لكن الحمد لله تداركت في وقت مناسب جداً. طبعاً
هدف أو من ضمن مهامنا إحنا أو مهام الأكاديميين العالميين هو كشف هذه المجلات أو دور النشر لهذه المجلات. بدأ بعض الأكاديميين العالميين بالتعاون مع بعض المؤسسات في كشف المجلات المشبوهة أو الوهمية والتحذير منها. وأول من بدأ بهذا الكشف عالم اسمه أو أكاديمي اسمه بيلر، راح نشوفها بعد شوي. الاسم الأساسي له جيفري بيل، نشر قوائم عديدة للمجلات المشبوهة تحت عنوان أو تحت رابط اسمه سكولاري، نشوفها إن شاء الله بعد شوي. طبعاً إحنا رح نستفيد من هذه المواقع في كشف المجلات الوهمية، وأول رابط ممكن أعطيكم إياه، طبعاً الروابط كثيرة جداً لكن أبرزها الرابط اللي قدامنا الآن، موقع اسمه Stop Predatory Journals أو إيقاف المجلات الوهمية. صفحتها الأساسية كما هي ظاهرة قدامنا الآن، طبعاً يعطيني قائمة المجلات. إحنا ممكن من About عفواً من Journals نختار الخيار Journals ونفتح وندخل اسم المجلة اللي وقع عليها الاختيار عشان نرسل لها ونشوف إن ظهرت في هذه القائمة تستبعد مباشرة ونشوف غيرها. إما ظهرت معناته إن شاء الله إن المجلة مأمونة. إذن هذا الرابط الأول من روابط كشف المجلات الوهمية Stop Predatory Journals. الرابط الثاني اللي هو Scholarly Open Access، وهذا الموقع اللي قلت لكم إن جيفري بيل هو اللي أنشأه. طبعاً الرابط هذا يحوي تقريباً 8000 مجلة وهمية للأسف، يعني العدد كبير جداً وفي تخصصات متعددة. الرابط قدامكم إن أحببتوا إن شاء الله أرسل لكم العرض فيما بعد على الإيميلات يصلكم إن شاء الله. طبعاً هذه القائمة مجرد ما نختار اختيار الجورنالز تظهر لي القائمة. عندنا بيلاريس ليست اوف بريدتوري جورنالز اند ببلشر اللي هم قائمة المجلات والناشرين الوهميين أو المنتحلين بمعنى أصح. هذه المجلات اللي بالأزرق معذرة يعني قد يكون الخط صغير، لكن جربوا الموقع وبتظهر لكم إن شاء الله. فيها كل إحصائية لكل المجلات الوهمية أو الضعيفة غير الرصينة اللي ما يعتمد عليها في نشر الأبحاث. من ضمن المواقع اللي تكشف المجلات الوهمية موقع دواج، ولو تلاحظوا العبارة Some journals say they are indexed in دواج but they are not. من السيرش فيها تقدرين طبعاً هنا the list of journal has moved to a new location. ممكن يعطينا قائمة بالمجلات غير المنتسبة، طبعاً هي تحاول تنسب نفسها إلى هذا الموقع. الموقع دواج مشهور في إظهار المجلات أو تحديد المجلات الرصينة. المجلات الوهمية أحياناً تنسب نفسها أنها تنتسب إلى قاعدة دواج. هذه قائمة من موقع دواج، طبعاً الملف إكسل نقدر نحمله من عندهم من الموقع الأساسي لدواج، ويظهر فيه قائمة المجلات ومعطيها التصنيف أو رقم التصنيف العالمي ISSN. غالباً ما يكون هذا الرقم رقم وهمي ليس مدرج ضمن قائمة تصنيفات المجلات العلمية. طيب كيف نختار الآن المجلة التي تصلح للنشر؟ فيه خطوط عريضة أقدر أعرف هذه المجلة تصلح للنشر ولا لا. أولاً نختار المجلة التي نشرت بحوث قريبة من البحث المراد نشره، يعني في نفس الموضوع أو في نفس التخصص.
من أهم الخصائص اللي ينظر لها دائما في المجلات هي الإمباكت فاكتور أو العامل عامل التأثير الإمباكت فاكتور. طبعا الإمباكت فاكتور بنشرحه بعد شوي إيش هو وكيف يحسب للمجلات، أو معامل آخر اسمه SGR Science Journal Rank. طبعا العامل IF أو الإمباكت فاكتور يتبع مؤسسة اسمها تومز رويترز، والاس جي ار يتبع قاعدة سكوبس، كلها إن شاء الله راح نتعرض لها بعد قليل. من ضمن الأشياء اللي نراعيها في اختيار المجلات، المجلة التي تعالج موضوع التقييم والنشر ضمن مدة معقولة، يعني ما راح نلجأ إلى المجلات اللي تطول في النشر، بعضها تجلس سنة سنة ونص وبعدين ترد. للأسف خلال هذا الوقت يكون البحث يمكن ما عاد له قيمة في وقت النشر أو بعد ما ردوا، أو يعني حرام تضيع منا سنة أو على الأكثر يعني سنة ونص وإحنا ننتظر الرد. فيراعى في هذا في اختيار عند اختيار المجلات هذا الجانب، إنها ترد علينا على الأقل إن البحث تحت التحكيم أو ممكن يرسل للتحكيم أو لا. طيب الموضوع اللي بعده اختيار مجلة رئيس تحريرها وهيئتها. طبعا هذه كل المعلومات نقدر نحصل عليها من المين أو الصفحة الأساسية للمجلة. اختيار مجلة رئيس تحريرها وهيئتها من المعروفين عالميا أو المنتمين إلى جامعات ومؤسسات أكاديمية معروفة ورصينة. التأكد من أجور النشر وعدم كونها باهظة، هذا حسب إمكانية كل شخص قبل إرسال البحث، لأن دائما المجلات اللي لها رسوم والإمباكت فاكتور مرتفع دائما تأخذ أجور شوي غالية، فكل شخص يشوف ميزانيته وما يتناسب معه. طبعا التأكد من أن المجلة محكمة وتعتمد على عملية تقييم البحوث المرسلة للنشر من قبل اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في الاختصاص. ضروري أن البحث المرسل للمجلة يمر على اثنين من المحكمين لتقييمه. طبعا من ضمن مهام الباحث عشان يتأكد أن المجلة جيدة ولا لا، يطلع على الأبحاث العلمية في مجال التخصص ويعرف المجلات اللي ممكن ينشر فيها بحثه أو تخصصه. ممكن نسأل الباحثين أهل الخبرة أو أصحاب الخبرة في مجال النشر العلمي، وبحمد الله يعني جامعتنا تحتوي على ناس كثير لهم خبرة وباع في النشر. الآن نعرف إيش الإمباكت فاكتور. معامل التأثير لكل مجلة هو مقياس أو نسبة عدد الاقتباسات أو الأبحاث المقتبسة المنشورة في هذه المجلة إلى عدد الأبحاث المنشورة كاملة. مثلاً لو كان عندي مجلة عدد الأبحاث المنشورة فيها مثلاً خلونا نقول 500، وعدد الأبحاث المقتبس منها أو اللي استشهد بها في أبحاث أخرى 300. 300 على 500 عدد الأبحاث المستشهد بها على العدد الإجمالي، النسبة بينهم تطلع لي معامل التأثير. طبعاً أحياناً تحسب أو عادة يحسب الزمن سنتين إلى 3 سنوات، يعني نحسب عدد الأبحاث المنشورة خلال سنتين ونقسم عليه أو المقتبسة ونقسم عليه عدد الأبحاث التي استشهد بها في أوراق أخرى. طبعا المجلات التي لها معامل تأثير واضح حتى وإن كان 0.5 أفضل للنشر من اللي ما لها معامل تأثير. طبعا كلما كبر معامل التأثير كلما أعطى البحث قوة وانتشار أكبر على الصعيد العالمي. من المواقع أو الروابط اللي ممكن تعطيني الإمباكت فاكتور في المجلات العربية، الأربع روابط هذه للأسف من عيوب الإمباكت فاكتور إنه يختص بالمجلات اللي باللغة الإنجليزية. حالياً بدأ فيه لكنها قليلة جداً،
بدأ فيه مجلات عربية وأخذت الإمباكت فاكتور، لكن ليست بكثرة المجلات اللي باللغة الإنجليزية. يؤخذ أيضاً على الإمباكت فاكتور إنه يقيس رصانة المجلة اللي منشور فيها البحث، وما يقيس رصانة البحث نفسه، يعني ما له علاقة بالأبحاث. يقيس قوة المجلة وكم كم استشهد من هذه المجلة من أبحاثها في الأبحاث الأخرى. طيب نجي الآن على موضوعنا المهم اللي هو مجلات الـ ISI. طبعاً الـ ISI اختصار كلمة Institute for Scientific Information. المعهد هذا تملكه مؤسسة رويترز اللي هو مؤسسة، وفيه مجلات علمية أكاديمية متخصصة في مجالات مختلفة تتبع قاعدة بيانات Web of Science. إذن هي قاعدة بيانات تتبع لها شركة رويترز أو مؤسسة رويترز اللي يتبع لها معهد المعلومات العلمية. طبعاً تصدر مؤسسة تومسون رويترز تقرير سنوي يصنف المجلات، يعني كل سنة أو كل سنتين للمجلة إمباكت فاكتور جديد، وتبعاً أو تبعاً لتصنيف مؤسسة رويترز. جورنال سايتيشن ريبورت اللي هو تقرير الاستشهادات للمجلات يعطي إحصائيات ومعامل تأثير للمجلة عشان نقدر نعرف أي المجلات الأفضل لكل تخصص. ليش إحنا نتعمد أو نحرص على النشر في مجلات الـ ISI؟ عندنا كذا هدف أو كذا أهمية: نشر بناء المعرفة، تواصل مع علماء باحثين في مختلف العالم. طبعاً أصبح النشر الآن في الـ ISI مقياس لتصنيف الجامعات وحتى تصنيف العلماء أو الباحثين. النشر في ISI متطلب رئيسي للترقية الأكاديمية حالياً، وكلما تقدم الوقت كلما زادت الشروط. طبعاً اللي ينشر في ISI يكون متميز علمياً. النشر في ISI يخلينا على اطلاع أكثر وأوسع بالباحثين المميزين وبالمجلات المميزة. طبعاً الـ ISI معروف أن ما ينشر فيها إلا ما ينشر فيها إلا أبحاث جيدة وأصيلة، لأنها تخضع لتحكيم أو لطرق في الموافقة أو قبول البحث من عندنا. نبدأ الآن في الشغل العملي. كيف أقدر أحدد المجلة إن كانت تتبع تصنيف ISI أم لا؟ كلنا بحمد الله من ينتمي إلى الجامعة عنده الاسم المستخدم وكلمة المرور، وهذه من أكبر النعم علينا، لأن المكتبة الرقمية أو لأن الجامعات بواسطة المكتبة الرقمية خلوني أقول دفعت مبالغ للمؤسسات لإتاحة دخولنا عليها، ولو كنا من غير المنتسبين للجامعة ما نقدر ندخل عليها بسهولة، لازم بالاشتراك، وأحيانا الاشتراك يكون قيمته غالية. فمن النعم علينا أن عندنا اليوزر والباسورد، نقدر ندخل على المكتبة الرقمية في أي وقت وفي أي مكان. طبعا لما ندخل على المكتبة الرقمية نختار قواعد المعلومات الأجنبية، وبعدها نختار حرف الـ W عشان نوصل لقاعدة البيانات Web of Science. هذه الخطوات، هذه صفحة المجلة المكتبة الرقمية. لاحظوا عندي قواعد المعلومات الأجنبية، هذا هو الاختيار. نروح على الـ W عشان يطلع لي قواعد البيانات اللي بحرف الـ W. أول قاعدة عندنا Web of Science، ولاحظوا أنه مكتوب ISI تومسون رويترز. نختار، تطلع لي الصفحة Web of Science وفيها Select a Database. طبعاً
فيه كذا اختيار لها، تختار Web of Science Core Collection، ضروري يكون هذا الاختيار موجود. بعدها Basic Search، البحث الأساسي اللي تبغون تبحثون فيه كموضوع عام مثلا نكتبه، أو نختار Cited Reference Search أو Advanced Search اللي هو البحث المتقدم اللي تحبون. أنا جربت وكتبت Conviction Flow وأعطيته أمر السيرش. طبعاً Conviction Flow Title ممكن تبحثين باسم الباحث Author أو الـ Groups أو الـ Publishing أو الـ Publish Name دار النشر إلى آخره. طبعاً عندي خيارات كثيرة، حتى ممكن نحط فيها رقم الإبداع للمجلة. اختاري من القائمة اللي تحبين تبحثين له، بعدها السيرش ويطلع لنا قائمة بالبحث. لاحظوا أنا كتبت Conviction Flow، طلع لي كل الأوراق العلمية أو كل الأبحاث اللي فيها كلمة Flow أو Conviction. واضح أن النتائج 59,923. إن حبيتي تقللين الاختيار، حددي مجال البحث. طبعاً هذه الجزئية تطلع لنا أي بحث في قاعدة الويب أوف ساينس، لكن لو حبيت أختبر أنا المجلات راح أرجع للصفحة الأساسية اللي أنا اخترتها بعد ما اخترت المجلة الرقمية، قاعدة البيانات الأجنبية، ويب أوف ساينس. لاحظي في أعلى الصفحة عندي Journal Citation Reports، نختار الخيار هذا مع ملاحظة إن Select Database، تختارين Web of Science Core Collection. اختيار Journal Citation Reports يعطيني الصفحة هذه Journal Citation Reports. في هذا المربع عند علامة البحث أدخلي اسم المجلة اللي أنت تبغين تبحثين عنها وتشوفين تصنيفها، هل هي في الـ ISI ولا لا. أنا اخترت مجلة اسمها Nano Research. طبعا لاحظوا قبل نشوف الاختيار، لاحظوا في الصفحة الرئيسية أو في هذا الجزء على اليمين معطيني قائمة بالمجلات مرتبة حسب الإمباكت فاكتور، الأعلى فالأدنى فالأدنى إلى آخره. أعلى مجلة عندنا في مجال الكانسر الإمباكت فاكتور ما شاء الله 187 وجزء من 1000، بعدها مجلة 72 إلى آخره. هذه تعطيني قائمة كل المجلات اللي في الـ ISI مرتبة تنازلياً بالإمباكت فاكتور. طيب نرجع لموضوعنا الآن في البحث. أنا كتبت اسم المجلة في مجال البحث، نعطيه سيرش. راح يطلع لي المجلة والإمباكت فاكتور لها وإجمالي عدد الاستشهادات إلى آخره. أرجو أن الأمور تكون إن شاء الله واضحة. طيب في الـ ISI تصنيفات للمجلات، يعني مو على الإطلاق أن ISI انتهى. يمكن كلنا سمعنا عن فئة A وفئة B وفئة C. الفئات هذه أو التصنيفات طبعا يطلق عليها الأرباع. إيش هو الأرباع؟ أو إيش الـ Q1 الـ Q4؟ الأرباع طبعا تنقسم كل المجلات اللي في الـ ISI إلى أربعة فئات حسب الـ Impact Factor، Q1 إلى Q4، أعلاها الـ Q1 وأدناها الـ Q4. تصنف على أساس التصنيف الربعي وفقاً لمعامل التأثير زي ما ذكرت الـ Impact Factor،
طبعا Q1 قلت هي الربع الأول يشير إلى المجلات التي تقع ضمن 25% من المجلات ذات التأثير الأعلى، Q2 أقل، 3 أقل، 4 أقل التصنيفات في تصنيف المجلات بالنسبة للإمباكت فاكتور. كيف أقدر أحصل على تصنيف المجلات؟ هي ISI انتهينا منها. الآن كيف أحدد هي Q1 ولا Q4؟ طبعاً من نفس الصفحة اللي فيها Journal Citation Report فيه خيار تحت السيرش اللي هنا نختار، للأسف مو ظاهر قدام الآن لكن إن شاء الله ممكن نطبق فيما بعد أونلاين مباشرة. الاختيار اللي تحت السيرش راح يطلع لي الصفحة هذه، في آخرها مكتوب عندي الرانك، نضغط على الرانك ويطلع لي تصنيف المجلة، يطلع لي تصنيف المجلة. لاحظوا أنا حطيتها على شكل بيضاوي، Q1 في كل السنوات اللي ظاهر قدامنا الآن من 2009 إلى 2016 مصنفة ضمن Q1، وعندي Q1 أيضا في جزء من الصفحة أو من الشاشة. إيش تعني؟ طبعا المجلة اللي أنا اخترتها هي النانو ريسيرش. النانو لها مجالات في الكيمياء والفيزياء، كيمستري أند فيزيكال، وفي نانو ساينس أند تكنولوجي، هي مختصة بكذا موضوع يتعلق بالنانو في جانب الكيمياء الفيزياء التقنية والهندسة إلى آخره. طبعا لكل تخصص له تصنيف، تخصصها في الكيمستري أند فيزيكال Q1، أيضا في التكنولوجي Q1. عادة عشان أحسب المجلة أقول المجلة هذه من أي تصنيف يؤخذ أعلى تصنيف، المجلة هذه Q1. فيه تحت عندي مدرج تكراري يوضح إذا كانت المجلة مع تقدم السنوات تطلع ولا تنزل، هذه من المؤشرات اللي تخلينا نختار المجلة الأفضل. طيب إذن هذا تصنيف الأربع للمجلات ISI، هذه الخيار Compare Journals، بدل ما أختار السيرش أختار البحث عن تصنيف المجلة ويظهر لي في أي ربع تقع. طيب طريقة الاختيار فيها، بعد ما نختار الكومبار جورنالز نختار اسم المجلة وبنختار الجي اي اف وبعدين نقول سبميت. هذه طريقة ثانية سريعة بدل ما اختار الرانك. احنا في الجزء الاول اذا تلاحظون انا اشرت على الرانك، الطريقة هذه لا، مباشرة من غير ما اكتب اسم المجلة فوق اختار الخيار الاخر وبعدها اكتب اسم المجلة، اختار المجال اللي هي فيه وبعدين سبميت. لاحظوا انه طلع لي هنا Q1 اللي مأشر عليها باللون البرتقالي، هذه تعطيني التصنيف الحالي او اخر تصنيف لها. الصفحات اللي قبل كذا طلع لي تصنيف خلال سنوات 6 قبل او 5 قبل هذا العام. طيب هذه المجلة التصنيف أو تحديد التصنيف إحنا دخلنا عليها عن طريق المكتبة الرقمية بحكم اشتراكنا فيها أو اشتراك الجامعة فيها ووجود صلاحيات لنا على الدخول لها. فيه روابط مجانية سبق وأرسلت لنا من المجلس العلمي لتحديد تصنيف المجلات، واحد منها الرابط اللي قدامنا هو يتبع مؤسسة تومسون رويترز لكنه مجاني. نختار المجلة سواء بالعنوان الرئيسي أو بالISSN إلى آخره ونبحث. انظهر لنا، إحنا حطينا اسم المجلة السيرش، انظهر لنا التصنيفات هذه Science Citation Index، Science Citation Index Expanded،
إلى آخره، نقدر نقول أن هذه المجلة ضمن تصنيف ISI. طبعا مو على الإطلاق، أحيانا الموقع هذا يعطيني تصنيف ISI وفي الواقع المجلة ما زالت تحاول أنها تدخل ISI، لسه ما دخلت. فالموقع هذا يعطي مؤشرات لكنه غير دقيق مقارنة بالويب اوف ساينس. طبعا كيف نقدر ننشر في الاي اس اي؟ ابسط طريق او هذه سرين من اسرار المهنة كثير يلجؤون لها، انه على نهاية العام يبدا التقديم، في الربع الاخير من السنة الميلادية يرسل البحث. غالبا نهاية العام المجلات تقبل بشكل اكبر من الربع الاول او الثاني او الثالث، فاللي حريص يقدم على الاي اس اي ينشر او يرسل البحث الى المجلات في الربع الاخير من السنه. من ضمن الاسرار ان نختار المجلات ذات التخصص المشترك. ليش؟ لان ربع او تخصص يرفع تخصص، زي ما شفنا قبل شوي المجلة فيها تخصص النانو كيميكال أو النانو فيزيكس، وفيها تخصص النانو تكنولوجي، ربع يرفع ربع أو تخصص يرفع تخصص. هذه من الأسرار اللي أحياناً يتحايل على المجلات للقبول فيها، مجلات الـ ISI. طيب هذا فيما يخص الـ ISI. ننتقل الآن إلى إن شاء الله بعد ما ننتهي من الدورة وأجيب على أسئلتكم بإذن الله. الآن ننتقل إلى قاعدة البيانات الأخرى المعتبرة في الترقيات، أو المعتبر الأبحاث المنشورة فيها في الترقيات. دائما ما نسمع هذه مصنفة في سكوبس ولا لا؟ سكوبس لا تقل أهمية عن الـ ISI في رصانة مجلاتها وقوتها. طبعا الـ ISI تتبع مؤسسة أمريكية اللي هي تومسون رويترز، قاعدة سكوبس تتبع مؤسسة ألمانية. للـ ISI اعتبار في الامباكت فاكتور، وعرفنا طريقة حسبته اللي هي عدد الأبحاث المستشهد بها على العدد الإجمالي للأبحاث المنشورة في المجلة. سكوبس لها الـ SGR Science Journal Rank، لها معامل أو مقياس آخر في قوة المجلات أو ضعفها. كيف نكشف عن سكوبس؟ بنفس الطريقة اللي بدأنا فيها، المكتبة الرقمية، قواعد المعلومات الأجنبية، حرف الاس اللي هو بداية سكوبس، ونختار سكوبس السبير. طبعا الناشر لها السبير. مجرد ما نختارها راح تظهر لنا الصفحة هذه، واضحة، هي تتكلم عن نفسها، تبحثين عن documents أو المؤلفين أو الانتماء إلى آخره. لو ببحث عن المجلات، لو بنبحث عن المجلات ممكن أخذ السورس في أعلى الصفحة أنت تشوفونه، وندخل اسم المجلة والرقم الإيداع ولا أي شيء يدل على المجلة. هنا أنا آثرت أني ما أبحث عن مجلة، حطيت اسم مؤلف أوثر اسمه أحمد، وسويت له سيرش، أظهر لي كل الأوراق العلمية اللي مكتوب فيها أي باحث باسم أحمد. طيب لو ببحث عن مجلة، الصفحة اللي قدامنا هي بحث عن مجلة، أنا حطيت رقم الإيداع للمجلة،
وأشرت على ISSN. لو بتحطين عنوان حطي التايتل، لو بتحطين الناشر حطي ببلشر إلى آخره. مجرد ما نضغط على السيرش يظهر لي كل معلومات المجلة. المجلة اللي حطيت لها رقم الإيداع اسمها Computational Thermal Science. لاحظوا الـ SGR اللي هو المعامل المعترف به في قاعدة سكوب أو سكوبس 2.57. وتصنيف المجلة أو تصنيف البحث اللي عندي جورنال. ممكن لو حطيتي اسم دار نشر يطلع لي التايب ببلشر إلى آخره. طبعاً فيه من ضمن الخيارات أيقونة في هذه الصفحة تعطيني جميع المجلات المصنفة في سكوبس. مجرد الضغط على داونلود سكوبس ينزل لي ملف إكسل فيه كل بيانات المجلات المدرجة ضمن قواعد سكوبس. هذا جزء منها. طبعاً الإكسل عندي أكثر من ورقة. ولاحظوا أسماء المجلات، رقم الإيداع، ومعطيني الـ SGR لكل وحدة، عدد الاستشهادات في آخر وحدة. طبعاً إحنا ممكن نحتفظ به، لكن مع مراعاة أنه كل سنة يتجدد، مو ثابت، كل سنة يتجدد. طيب كيف أقدر أطلع المعامل اللي تعترف به سكوبس أو اللي تعتمد عليه قواعد سكوبس؟ هذا أول رابط لها يطلع لي SGR Science Journal Rank. ومباشرة مجرد ما أحط له اسم المجلة Journal Ranking، مجرد ما أحط له اسم المجلة يطلعها لي. هنا طبعاً الصفحة عامة، جايب لي كل المجلات اللي في سكوبس، ومن حسن الحظ طبعاً هو كاتب لي الـ SGR لأول مجلة مثلاً 39 وجزء، تصنيفها Q1، الثانية 33 وجزء تصنيفها Q2. وحتى من ميزاته يطلع لي المجلة في أي أو في أي مكان منشورة، حاط لي أعلام الدول، تقدرين تميزين في أي دولة تنشر هذه المجلة. طيب الآن انتهينا من ISI ومن سكوبس. لو عندي بحث وأردت أشوف المجلة المناسبة قبل لا أبدأ أبحث عنها، أنا حطيت لكم بعض المواقع وليست كلها مقترحة للبحث عن المجلات اللي أفضل لأنشر فيها. الموقع هذا الأول Find the best journal for your search. حطي فيها اسم الموضوع أو اسم البحث، manuscript title أو جزء منه أو الكلمات المفتاحية لأي بحث، وسوي سيرش يطلع لنا قائمة بالمجلات الأقرب أو الأنفع في إني أنشر فيها. حددت المجلة المراد النشر فيها، ابدأي اختبريها. إذا كنت ترغبين أو تحرصين أن تنشرين في ISI ابدأي اختبريها بالطرق اللي شفناها أو سكوبس إلى آخره. من ضمن المجلات أو من ضمن المواقع اللي نبحث فيها عن المجلات Journal Finder، وهذه قاعدة أو موقع يتبع Elsevier، الرابط قدامنا وسهل استخدامه جدا. ممكن تحطين بيبر تايتل، تحطين عنوان البحث وفايند الجورنال المناسبة لهذا البحث. هذا موقع آخر مقترح. الموقع المقترح الثالث جورنال سجستر أو اقتراح المجلات، نفس الطريقة manuscript title، حط العنوان وسوي فيه search أو suggest journals، وبيطلع لي قائمة بالمجلات المناسبة
لموضوع البحث. من المواقع المقترحة موقع Think, Check and Submit. الموقع هذا سهل جدا استخدامه، هو يتبع قاعدة سكوبس بس بطريقة غير مباشر. ابحثي فيه وطلعي المجلة اللي تناسب البحث. انتهى عرضنا اليوم أو انتهى دورتنا، أرجو أنها تكون واضحة ومفيدة للجميع، ونبدأ إن شاء الله نطبق عليها فيما بعد. نبدأ نشوف الأسئلة. طيب أول سؤال، هل المحتوى العلمي للدورة سيكون متاح؟ بإذن الله نحاول نرسل إن شاء الله على الإيميلات حول الله وقوته. السؤال من دكتور أمل، هل في مواقع باللغة العربية تكشف المجلات المزيفة؟ للأسف المجلات المزيفة أغلبها بالإنجليزي أو اللي مسوينها دول حتى معروفة باللغة الإنجليزية. في حد علمي أنا أعطيتكم بعض المواقع اللي تطلع الإمباكت فاكتور للمجلات العربية، لكن المجلات المزيفة أو موقع يكشف المزيفة باللغة العربية لا. هل يوجد مواقع لكشف المجلات الوهمية العربية؟ نفس السؤال. بالنسبة للأبحاث الأدبية في العلوم الإنسانية والدراسات الإسلامية لآخره، طبعاً يوجد فيه مجلات ISI ويوجد فيه مجلات سكوبس لكنها بالإنجليزي. يفترض أو اللي يحرص على أنه ينشر فيها أنه يكتب البحث باللغة الإنجليزية ويرسل عليها. في خطة العمادة إن شاء الله أنه يكون عندنا موقع لدعم الباحثات، يكون فيه مثلاً مراجعة للأبحاث بعد كتابتها باللغة الإنجليزية أو مساعدتهم في النشر، لكن هذه من ضمن الخطة وإن شاء الله يتنفذ قريب بإذن الله، بإذن الله تعالى. المحاضرة إن شاء الله ترسل لكم بإذن الله. العلوم الإنسانية كما ذكرت يا دكتورة سوزان إنه يحتاج أن تكون الأبحاث باللغة الإنجليزية. فيه بعض المجلات الآن عربية ولها ISI لكنها قليلة جدا، أو بمعنى آخر لها impact factor، ما أقدر أقول ISI. الـ ISI إلى الآن ما في أي مجلة أعتقد عربية دخلت فيه. كيف تتم معرفة أن المحرر المجلة معروف عالميا؟ أنا بجيبكم وإن شاء الله يكون فيه محاضرة عن كيفية فحص المجلة أو دورة فيما بعد. طبعاً في كل مجلة الصفحة الرئيسية يذكر فيها about us عن المجلة، وفيها تعليمات للباحثين أو للناشرين، أسف للباحثين اللي بيقدمون أبحاث، وفيه هيئة التحرير من ضمن الأشياء اللي تذكرها. طبعاً يفترض أن المجلات القوية تذكر هذه الأمور كلها وتوضح فيها كم مدة النشر، القواعد الأساسية اللي لازم يتبعها الباحث في نشره أو في تقديم بحثه. فيها أيضاً هيئة التحرير، يذكر فيها أيضاً الإمباكت فاكتور. كل هذه الأمور المفروض أن المجلة تذكرها. من ضمن الأشياء السكوب اللي هي التخصص أو المجال اللي تتكلم عنه المجلة إلى آخره. كل هذه تكون في المين، وبإذن الله لاحقاً يكون لنا محاضرة، وأنا أرحب بالمشاركات منكم. طبعاً إحنا كلنا نتعلم من بعض وما زلنا نتعلم، فاللي عنده أي خلفية ممكن يقترح علينا وإحنا نحدد إن شاء الله فيما بعد أو نرتب لها دورة علمية مفيدة للجميع إن شاء الله. طيب كيف تتم معرفة أن المحرر، خلاص انتهينا،
كيف يمكن الكشف عن نسبة الاقتباس؟ نسبة الاقتباس دكتورة نجوى تعتمد على برامج، لعلنا فيما بعد إن شاء الله نخصص لها. طبعاً المحاضرات هذه أول محاضرة في البرنامج اللي أنا ذكرت لكم، رفع مهارة الباحثين. البرامج منها بلاغرزم، منها آيتنديكيت إلى آخره، في كثير من البرامج اللي تكشف عن نسبة الاقتباس في الأبحاث. إن شاء الله لاحقاً سواء هذا الترم ولا الترم القادم يكون لنا إن شاء الله فيها محاضرة. هل النشر في المؤتمرات الخاصة بالجامعة السعودية لا يعتبر محكم؟ حسب طبيعة المؤتمر، يعني غالب المؤتمرات تركز على أن البحث يكون في موضوع المؤتمر بس، لكن عن قوته، عن رصانته، عن إضافته شيء جديد في العلم، عادة أو غالبا يعني ما ينظر لها. هل مجلة جامعة الملك خالد في التخصصات المختلفة معترف بها في حالة الترقية في المجلة؟ نعم، في حالة الترقية في الجامعة نعم، لكن دوليا أنا ما أعرف هذا الشيء، ما أقدر أفتي فيه. السؤال أعتقد أنكم وضحتوا أكثر يا أستاذ أمل أو دكتورة أمل. تساعد في الترقية؟ نعم تساعد في الترقية، وحتى في تجديد العقود. كيف يتم اختيار المحكمين في مجلة؟ كل مجلة لها معاييرها في اختيار المحكمين، يعني السؤال غير واضح بالنسبة لي. هل تقصدين تحكيم البحث ولا تحكيم المجلة نفسها؟ إيش الفرق بين سكوبس وساينس؟ ويب أوف ساينس هذه قاعدة بيانات تختلف عن قاعدة سكوبس. ويب أوف ساينس زي ما ذكرنا أساسها أو مرجعها أمريكي، قاعدة سكوبس ألمانية. الساينس أو الويب أوف ساينس تعتمد على الإمباكت فاكتور، السكوبس تعتمد على الجي آر إلى آخره. نحتاج دورة الفينيات الكتابة بأسلوب المجلات كي لا يتم إرجاع البحث بإذن الله. كتابة الورقة البحث العلمي إن شاء الله تكون لاحقا. لو تم إرسال المطلوب من المجلة وإرسال البحث اتضح أن المجلة غير موثوقة، ما الحل؟ مباشرة الجأي إلى المجلات الموثوقة مباشرة، يعني أتخلي الوقت يمر، لأنه فعلا يا يسرقون الفكرة يا يبتزون الباحث بدفع مبالغ مالية. ISI هل المجلات التابعة للجامعة مصنفة؟ ISI ابحثي فيها يا دكتورة بالطريقة، دكتورة إيمان، بالطريقة اللي ذكرنا وشوفي هل تظهر ولا لا. أتمنى أن تكون الدورة مفيدة للجميع، كما أسلفت لست أعلمكم ولكن معلومة حبيت أنقلها للجميع. مجلات الجامعة معتمدة، يمكن النشر فيها ويعتمد فيها الترقيات أو تعتمد في الترقيات، لكن مصنفة ارجعي لطرق البحث. دورة كتابة الورقة العلمية بإذن الله تعالى. البرامج المختصة بالاقتباس الايثنديكيت بلاغرزم وغيرها، يفترض أو كان ودي والله أن يعطيها كلها، لكن هذه المواضع كلها يبغى لها إسهاب أو شرح بالتفصيل. طيب دكتورة فاطمة، تطبيق عملي لنشر البحث، أبشر إن شاء الله قريبا، لكن ودي تحددوا لي التخصصات. أنا ما أرسل لكم استبانة أو استمارة في رابط، وطلبنا تقييم أو الأشياء المتوقعة والأشياء اللي أنتوا تحتاجونها مثلا، أو جوانب الضعف في إن ما نقدر نسوي أبحاث. للأسف وصلتني الردود قليلة جدا جدا، ما تعطيني تصور واضح. أنا ودي نكتب حتى الاستمارة أو الاستبانة، مو مطلوب فيها الاسم، الاسم اختياري، حطوا لي فيها اللي أنتوا تحتاجونه وإحنا نحاول قد ما نقدر إن شاء الله. عمادة البحث العلمي لن تتأخر بإذن الله تعالى. أحتاج تطبيق عملي، نبغى دورة عن كيفية التقديم في مجلة وتصميمها على فورمات المجلة. بإذن الله تعالى
نفس الطلب للأستاذة فاطمة. ما هي المجلات السعودية المندرجة ابحث هي دكتورة عن المجلة اللي انت تبغينها ابحثي في الويب اوف ساينس، هل هي اي اس اي ولا لا. برضه على موقع العمادة، عمادة البحث العلمي، فيه المجلات السعودية المصنفة اي اس اي واضحة. هل كلما كانت قيمته اكبر كان اقوى وافضل الاس جي ار؟ نعم نعم. اوكي، بيكوز there are a lot of doctors speak Arabic. I can't add it in English. I'm sorry. Later maybe إن شاء الله in English إن شاء الله. هل توجد مجلة تابعة للجامعة في تخصص العلوم؟ نعم نعم يا نجوى، دكتورة نجوى، في العلوم الأساسية والصحية. تقدرون تطلعون عليها من موقع مجلس البحث العلمي أو مجلس المجلس العلمي تحت عمادة أو تحت وكالة الجامعة للدراسات العليا. وكالة الجامعة للدراسات العليا من ضمن الأشياء التابعة لها المجلس العلمي، المجلس العلمي يتبع له مجلات الجامعة. طيب، نتمنى بعد هذه المحاضرة بإذن الله أن يكون فيه حماس لنشر أبحاث ورفع مستوى البحث العلمي في كليات البنات، وخلونا ننافس كليات البنين، وأنا متأكدة نحن مجرد ما ندخل التنافس نحن بنزيد عليهم إن شاء الله. كيفية توصيل البحث لجامعة الملك خالد، لمجلة الملك خالد؟ كل الضوابط واضحة يا دكتورة زي ما ذكرت، في تحت المجلس العلمي فيه المجلات وبعدها المجلس العلمي. الدعم المادي والمعنوي أبشر يا دكتورة، بس كيف تبغينه؟ كلنا ندعم بعض وكلنا نستفيد من بعض إن شاء الله. طيب، معرفة مواقع المجلات في مجال العلوم الاجتماعية، إدارة الأعمال والمحاسبة حسب التخصص، أو اكتبي اسم التخصص باللغة الإنجليزية في موقع الـ ISI ولا في موقع الـ Scopes أو في المواقع اللي أعطيتكم مقترحة. أنا أعطيت ثلاثة، طبعاً مواقع كثيرة جداً وتعطي المجلات الأقرب. نسبة الاقتباس إن شاء الله لاحقاً. المشاركة في اليوم البحث الثالث عشر بالنسبة للتربوي، دكتورة فاطمة يا ليت ترجعي لمنسقة كليتكم في هذا الأمر، الأمور عندها واضحة، أو تواصلوا معي على جوالي، حياكم الله في أي وقت. حضور المؤتمرات خارج المملكة معترف بها والمشاركة ببحث كذلك، إلى حد علمي في ضوابط الترقية أنه يعترف ببحث واحد فقط في مؤتمر، يؤخذ ورقة واحدة. كتابة الورقة العلمية على لاتكس ولا وورد حسب المجلة، بعض المجلات تشترط اللاتكس، بعضها ما تشترط، حسب المتيسر أو اشتراطات المجلة. هل يمكن إعادة نشر بحث قد نشر في مجلة غير مصنفة؟ إن شاء الله أتمنى، يعني إنه طبعا هو ما المجلة الوهمية هذه ما غير معترف بها، لا تنفع لا في ترقية ولا في غيرها، فيفضل إنه ينشر في مجلة مصنفة. وإياكم جزاكم الله خير في مجال اللغات التطبيقية. السؤال شكله مقطوع يا دكتورة إيمان. نفس السؤال، المجلات تبع الجامعة تصنيفها دولي، ابحثي بالطرق اللي أخذناها في هذه المحاضرة، ما هي أقصر وأضمن الطرق لكي يتم نشر سريع ومضمون
ما هي المهارة المطلوبة لعمل ذلك؟ كل مجلة أنا ما أقدر أقول لكم فيه مهارات معينة تؤدي إلى أكثر الطرق، لا، كل مجلة لها وقتها ولها معاييرها في النشر. طبعاً من ضمن الأشياء اللي تساعد في النشر في الـ ISI هي التعاون مع باحثين لهم باع في النشر في ISI، لأن بداية النشر طبعاً إذا ما كانت الأسماء مشهورة أو بمعنى آخر ما كان لها H index أو اللي هو معيار أو معامل تأثير لكل باحث، إذا ما كان عند الباحث معامل تأثير أحياناً المجلات الـ ISI ما تنظر للبحث، بمعنى يعني لو كان عنده بحث أو أبحاث منشورة في الـ ISI أقرب إلى القبول من الناس اللي ما عندهم ISI، فنلجأ بداية إلى أن نشتغل مع ناس عندهم ISI ننشر معهم إلى أن يبدأ يكون عندنا ISI أو Impact Factor خاص بالباحث، وبعدها تمشي الأمور إن شاء الله بكل سهولة. الشهادات بإذن الله ترسل لكم على الإيميلات بعد رابط تعبئة رابط تقييم الاستبانة. طبعا الاستبانة ما هي يعني هي فقط لتجويد نوعية التقديم ولمعرفة جوانب القصور ولتلافيها وتعزيز جوانب القوة إن شاء الله. شروط الترقية دكتورة هالة موجودة في ضوابط المجلس العلمي، التفرغ العلمي أيضا في ضوابط المجلس العلمي. العفو دكتورة وفاء، هل الجامعة تدفع للباحث تكلفة النشر في مجلة علمية؟ إحنا عندنا في العمادة دعم الباحثين أو دعم البحوث غير الممولة، يعني اللي ما دخلت في مشاريع في دعم لها، تقريبا كل بحث تقريبا له 3000، لكن اشترط أنها تكون في مجلة لها impact factor. المجلات الرصينة في المملكة موجودة على موقع العمادة، عمادة البحث العلمي. هل يحق لي نشر في مجلة رصينة عند اكتشافي أن المجلة التي نشرت فيها نفس البحث؟ نعم نعم، مباشرة حتى ما تضيع حقوق البحث الفكرية. دكتورة رشا قلت بدخول المشكلة أن الكتابة لو كانت جزء عربي جزء إنجليزي تدخل الكلمات. لدي قبول من مجلة مصنفة وجدت ISI قمت بالدخول، هل فعلا هناك موقع قائم بذاته؟ آسفة يا دكتورة السؤال غير واضح، ما أقدر أفتي فيه، ممكن ترسلي لي على الخاص. عنواني الإلكتروني أبشر إن شاء الله أحطه الآن على الشات. الأبحاث تبع تجديد العقود ارجعي دكتورة إلى مساعدة العميد أو عميدة كليتكم في هذا الأمر. كلية الطب معظمنا لدينا أفكار ومشاريع بحثية ولا يوجد لدينا نفس الإمكانيات والأجهزة. ليه دكتورة؟ بالعكس، أنا بعطيكم إيميلي وجوالي وبإذن الله نحل كل المشاكل اللي تواجه الباحثات بإذن الله. هل يمكن الاستعاضة بالنشر في مجلات المؤتمر؟ نعم يا دكتورة، طبعاً النشر في المجلات هو ليس مؤتمر علمي، هو يوم البحث العلمي، وبعض التخصصات بتنشرها إن شاء الله في مجلات الجامعة، لكن ليس كل التخصصات، تخصصات معينة. ممكن ترجعين إلى منسقة البحث في هذا الموضوع في كليتكم. المشاركة في أيام البحث العلمي كمشاركة مجتمعية، أيوة دكتورة، لكن الأبحاث لابد أن تنشر. طريقة المشاركة في المؤتمرات الدولية لعلنا إن شاء الله نفرد لها محاضرة بإذن الله. بالنسبة لنشر الأبحاث في المجلات المصنفة، هل يلزم أن تكون في نفس التخصص؟ طبعاً يا دكتورة المشتركة، طبعاً أصلاً مجرد ما ترسلي البحث وهو يكون ليس له علاقة بموضوع المجلة يتم رفضه،
في المجلات القوية، لكن الوهمية لا، ممكن يقبل بكل سهولة. هل تعتمد الأوراق العلمية المستنبطة من رسالتي العلمية؟ غالبا لا، ما هو غالبا، أكيد أنها لا. ارجعوا للائحة الترقية، دائما في الجانب اللي نحتاجه نرجع إلى لائحة الجامعة في هذا الأمر. في اللائحة واضحة، لائحة الترقية واضحة، فيها كل البنود ومفصلة. تواصل مع مجلات الجامعة عن طريق الدخول إلى موقعها تحت المجلس العلمي. رابط الاستبانة راح ينزل لكم إن شاء الله، يرسل لكم على الإيميلات، يرسل لكم إن شاء الله. موعد الدورة القادمة، إحنا عندنا يوم الأربعاء بحول الله وقوته دورة عن ترتيب المراجع بواسطة الإند نوت، من الساعة 9 إلى الساعة 1 في قاعة طب الأسنان. إلا إذا شفت أن العدد كثير فممكن أغير الموقع، وبتوصلكم رسائل إن شاء الله. الموجود صور بالضغط عليها تظهر رسالة غير متاحة. ما فهمتي دكتورة نجوى سؤالك. بالنسبة للتعويض زي ما ذكرت لكم، فيه دعم الأبحاث غير الممولة اللي ما هي داخلة في مشاريع تقدمي. طبعا كل البيانات، كل الخطوات موجودة على موقع مادة البحث العلمي. التعويض الكامل ما أعتقد، لكن يعطى دعم مقدار تقريبا 3000، أنا ما أقدر أفتي لأنه ممكن يتغير، 3000 لكل بحث. موضوع البحوث وتجديد العقود دكتورة إيمان، ارجعوا لمساعدة عميدكم أو عميدتكم بالكلية. طيب، كلية الاقتصاد المنزلي تخصص، ليس لدينا معامل مجهزة للبحث العلمي. دكتورة تواصلي معي على الخاص أو على جوالي ونشوف طريقة إن شاء الله، حتى على المدى البعيد، مو بلازم الحين نحققها في يوم وليلة. لا، الدورة اللي في يوم الأربعاء اللي هي تصنيف المراجع باستخدام الإند نوت مباشرة، ودكتور اللي بيعطيها إن شاء الله. طيب، انتهت الأسئلة. بعض الأسئلة مكررة، أعتذر أني ما أجبت عليها لأنها مكررة. إن شاء الله تكون الدورة مفيدة ونبدأ نطبق فيها بإذن الله. والله دكتورة نجوى تواصلوا معي، نشوف الطريقة إذا ممكن بثها بالكونفرنس